James Bond. James Bond. James Bond. احنا عاقلين قوي. الروابط الكيميائيه هي اتراكشن فورس بتوين اتومز. يعني ايه؟ اتوم ذره وذره، ايه الاتراكشن فورس بينهم؟ هي دي الكيميكال بونز. يبقى الكيميكال بونز، ودايما كنا بيقولوا لنا زمان مدرسين العلوم بقى والساينس والحاجات دي، ان الكيميكال بونز بتتعامل بالالكترونز. طبعا احنا عارفين ان الاتوم بتاعتنا، نفتكر كده الكلام بتاع زمان، كان في النص النيوكليوس، والنيوكليوس دي بتبقى بوزيتيف تشارج، وبيبقى فيها النيوترونز والبروتونز، ويبقى في حوالين النيوكليوس في الاوربتس اللي بتدي ماشيه فيها مين؟ الالكترونز. وطبعا الالكترونز دي كاري نيجاتيف ولا بوزيتيف تشارج؟ كاري نيجاتيف تشارج، شحنات سالبه. والاتوم كلها كنا بنقول ان الاتوم بتاعتنا نيوترال، لان الشحنات السالبه قد الشحنات الموجبه اللي موجوده فيها. طيب يبقى مين اللي بيعمل لنا الكيميكال بوم؟ هي الالكترونز بتعمل لنا الكيميكال بوم. ومعنى كيميكال بوم يعني ايه؟ دي اتراكشن فورس بتوين اتوم. ممكن يكون اتوم مع اتوم او اكثر من اتوم مع اتوم، يعني مور ذان تو، ممكن تكون تو او مور ذان تو. طب ايه انواع الروابط بقى؟ ايه انواع الكيميكال بومز؟ ممكن كنا كانوا برضك بيقولوا لنا زمان مدرسين العلوم انها ممكن تكون كوفيلنت بوم، الروابط اساسها هوميه بالعربي، أو ممكن تكون نون كوفيلنت بوند، روابط غير تساهمية. طب إيه الفرق بقى بين الكوفيلنت والنون كوفيلنت؟ هل في فرق إن دي فيها إلكترونز ودي فيها حاجة تاني غير الإلكترونز؟ هنشوف دلوقتي مع بعض الفرق اللي بين الكوفيلنت والنون كوفيلنت. هما أكشوالي الفرق بينهم بيتوقف على لا نمبر أوف إلكترونز ولا حاجة. انت لو انت عملت رابطه قويه اللي هي الكوفيلنت التساهميه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، بتحتاج عشان تكسرها انرجي، لازم محتاج طاقه عشان تكسر الرابطه. مين عشان تكسر الرابطه اللي هي الكوفيلنت بوند؟ والطاقه دي غالبا بتبقى اكتر من 50 كيلو كالوري. فاكرين الكالوري اللي هي السعر بتاعنا اللي هي الوحده بتاعت قياس الانرجي؟ فبتبقى محتاجه اكتر من 50 كيلو كالوري. يبقى اي رابطه تتكون محتاجه عشان اكسرها اكتر من 50 كيلو كالوري بقول عليها كوفيلنت بوند. اي رابطه محتاجه انرجي بسيطه، مش محتاجه الانرجي الجامده اللي هي اكتر اللي هي مور ذان 50 كيلو كالوري، دي بقول عليها نون كوفيلنت بوند. طيب الكوفيلنت بوند بقى التساهميه دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن شيرنج اوف الكترونز. يعني ايه شيرنج اوف الكترونز؟ يعني اتوم وليكن زي الاولانيه اللي هي الكلوراين اتوم. الكلوراين اتوم فيها كم الكترونز في الذره دي؟ الكلوراين فيها 17. متقسمين ازاي في المدارات بتاعتها في الاوربت؟ 2 و8 و7. هل دي ستيبل اتوم؟ احنا دايما كنا بنقول ان الاستابيليتي انها توصل للاوبتيك ستيت. يعني ايه اوبتيك؟ اوبتا يعني 8، اللي هي تبقى زي الانرجي جاز. مين الانرجي جاز اللي قريب من الكلوراين؟ اللي فيه في اللاست اوربت 8. يبقى الكلوراين عايزه توصل للاوبتيك ستيت، تعمل ايه الكلوراين؟ تيجي جنبها ذره كلوراين تاني، يروحوا عاملين اتراكشن اتشيرنج اوف الكترونز. دي تشارك بالالكترون ودي تشارك بالالكترون، وتعملي رابطة كيميائية اسمها كوفيلنت بوند. يبقى كل واحدة تشيل، أنا والله عندي إلكترون عشان توصلي الثمانية، والثانية تقول لها أنا عندي إلكترون عشان توصلي الثمانية، وتعملي كوفيلنت بوند. دي بالنسبة للكلوراين مع الكلوراين. طيب البوند دي مش هقدر أقول عليها سنجل، أسميها سنجل كوفيلنت بوند. يعني دي شركة بإلكترون ودي شركة بإلكترون. يبقى كل بوند عبارة عن تو
ايه؟ 16. احنا بنقسمهم ال 16 ازاي؟ 2 و8 و6. محتاجه فيهم الكترون عشان توصل للاوكتيت، محتاجه 2، والاكسجين اللي جنبها برضه محتاجه 2. يبقى دي تشير بالاثنين ودي تشير بالاثنين، يبقى كده دبل كوفالنت بوند. كل بير كل جزء يبقى بتاعي، يبقى دبل كوفالنت بوند. طب النيتروجين، النيتروجين 7 متقسمين 5، سوري 5، 5 متقسمين 2 و3. 7 2 5. بس الخمسة اللي متوزعين اخر اوربت خالص بيبقى فيه كام؟ بيبقى فيه 5 ولا فيه 3؟ بيبقى فيه 3. الاوربت الاخراني خالص بيبقى فيه 5. هو 5، انا بقول لك هو 5 متوزعين ازاي؟ هو 7 متوزعين 2 و5. ايوه الخمسة عايزة 3، فلازم هتشارك، لازم هتشارك ب3، ب3 بيرز اوف الكترون، يبقى تراجل كوفيلنت بوند. هي طبعا الجزء ده دبل بوند، هي على فكرة هي دبل بوند، بس الصورة، الصورة لما تكون بريس الدبل بوند بانت انها سنجل، هي دبل يعني موجودة عندي على الكمبيوتر 2 علامتين، هي علامتين بس لازقين في بعض، يعني شرطتين ولازقين في بعض. يبقى السنجل لاين ده، يبقى لما انا اعمل الشرطه دي خلاص خليكم معايا، يبقى انا لما اعمل الشرطه دي، يبقى انا لو انا رسمت لكم كده اكسجين وماسك فيها اكسجين، يبقى دي سنجل ولا دبل كوفيلنت بوند؟ دي سنجل كوفيلنت بوند. بكام الشرطه دي؟ ب2. انا بقول ممكن تمسك اكسجين مع اكسجين، لكن انت ممكن تمسكيهم ب2 دبل بوند. يبقى كده دبل بوند دي سنجل. خلاص؟ ممكن الاكسجين تمسك مع اكسجين كده، يعني ممكن في احتمالين، ممكن تمسك كده بس يكون ماسك فيها حاجه ثانيه ووصلها على الاوكتيت ستيت. يعني دي حاجه في الكيمستري. بس يبقى السنجل، انا قصدي افهمكم، السنجل لاين ده عباره عن سنجل كوفيلنت بوند. التو لاينز يبقى دبل كوفيلنت بوند. الثلاثه لاينز يبقى تريبل كوفيلنت بوند. يبقى دي ده شكل ايه؟ الكوفيلنت بوند. ممكن الكوفيلنت بوند بتاعتي بقى تبقى شكلها ايه؟ ايه انواعها؟ حبيت اديكم اكزامبل تاني للفلوراين اتوم. الفلوراين فيها كام الكترون؟ 9. 9 في 2 و7. 2 و7. اخر اوربت فيه 7. هيجي جنبها ظهر الفلوراين تاني ويعملوا اتراكشن زي ما احنا شايفين، كل واحده تشير بالكترون وتعمل لنا سنجل كوفيلنت بوند. دول الكوفيلنت بوند اللي هو الكلوراين، كلوراين مع كلوراين. برضه كل واحده فيها 7 تشير بالكترون ويوصلوا للاوكتيت ستيت. طيب الكوفيلنت بقى ممكن اقسمها ليه؟ ممكن اقسمها لنون بولر وبولر. على حسب ايه بقى؟ بولر ونون بولر على حسب ايه؟ فاكرين زمان لما خدنا، فاكرين كان في واحد كده عمل لنا كومنج تيبل فور الكترونيجاتيفيتي، كان تيبل من ضمن التيبلز اللي احنا درسناها، يقول لك ان انا كل ما مشيت، هوريكم التيبل، كل ما مشيت ناحيه اليمين هشوف قدرة الكلوراين انها تسحب الالكترون ناحيتها قد ايه.
مش عارف لان مفيش الكترون اتنقل بالكامل. نرجع بقى للبولر كونفير وهنشوف اكزامبلز عليه. طيب والنان بولر، النان بولر زي ما قلنا كلوراين مع كلوراين، اوكسجين مع اوكسجين، زي الاحاديث اللي نزلوا هما ايه؟ سيميلر اتومز وتشير كل واحد غلبان تشير بالكترون او ببير Non-covalent bond. دي مبدئية.
تقولي ان انا كوفيلنت وان هي ويك بوم. طب ايه الجديد؟ ان ويتش الهيدروجين اتوم، الهيدروجين اتوم شايفين اللي فوق دي اللي هي ان اتش، عندنا ال ان اتش دي دكتور.
مش باينه خالص. ما تجسمتش اصلا. ما تجسمتش يا دكتور. عبد الرحمن ماجد فين ابراهيم؟ اكسجين ماسك تحتوها. بتاعي كان معايا عم. تالت السولج بتاعي معايا. نسميها ايه؟ طبعا انت فهمنا الكلام ده. كولر كوفيلنت بوند. يبقى الاكسجين ماسكه كولر كوفيلنت بالهيدروجين، ماسكه كولر كوفيلنت بالهيدروجين الثاني. تفتكروا الناس بقى اللي مركزه معايا، الاكسجين هيبقى عليها كام نيجاتيف تشارج؟ اثنين هيبقى يا دكتور يا لواء عندك درس ولا ايه؟ يبقى هنتكلم على الهيدروجين بوندز بتوين ووتر مولكيولز. تعالوا نبص على الووتر مولكيول اللي في النص. خلينا نبص على اللي في النص. تعالوا نبص سوا على اللي في النص. ادي اوكسجين وهيدروجين وهيدروجين. عشان
حلو قوي صغير قوي. وده الكابينه اللي فوق. عكس هنا يا دكتور. اقول دي
جي سوري جي سودا جي اكسبتو وجي دونت صح صح صحيح تيجي تبص على اخر اكزامبل ان انا ممكن اعمل بتوين ووتر اند ان اتش 3 ال ان اتش 3 دي اللي هي الامونيا الامونيا ان اتش 3 يعني اي نيتروجين سواء ماسكه في هيدروجين سواء ماسكه في 2 هيدروجين يعني امين او امينو او امونيا ممكن تعمل لي هيدروجين بوند وذ ووتر الاكزامبل اللي فوق الناس اللي مسحتها معايا الواتر يعتبر الدونر ولا الاكسبتور؟ الدونر بالظبط والامونيا هنا هي الاكسبتور خلاص؟ يبقى دي اكزامبلز مختلفه للهيدروجين بوند وذ ووتر اند انذر بولر موليو. طيب في حاجه بقى ممكن اشوف هيدروجين بوند بتوين ديفرنت بولر جروبس ودي اللي مهمه عندي في الدي ان ايه ومهمه عندي في البروتين كيمستري. اول اكزامبل كلنا خدناه واحنا في ثانوي كان يقول لك التو دي ان ايه ستريس بيبقوا ماسكين ببعض بهيدروجين بوند صحيح؟ كنا بنزودها كده كنا بنقول الهيدروجين اسبيزيس اللي هو التنين بيبقى ماسك بيبقى نسيتيها يا دكتوره نسيتي؟ يبقى التنين نعيد تاني على الموضوع طبعا انا مش هقولها في التفصيل لان انتوا هتاخدوها مع دي ان ايه ان شاء الله نشوف دي بقى المهمه جدا هتاخدوها في البروتين استراكشر. في حد يقدر يقول لي كده البيبتايد بوند بتتكون ازاي؟ البيبتايد بوند بتاعت البروتين طيب عشان تفهموا الهيدروجين بوند بتاعت الواتر هقول لكم بس البيبتايد بوند كان شكلها ايه؟ هو رمز الامينو اسيد ايه؟ انتوا طبعا هتاخدوه ان شاء الله على البروتين كيمستري بس انا بديكم مقدمه عشان تفهموا في البروتين كيمستري. الامينو اسيد رمزه ايه؟ سي او اتش وسي اتش ار وان اتش 2 ده رمز الامينو اسيد. طب الامينو اسيد عشان يمسك في امينو اسيد يعمل حاجه اسمها ايه؟ بيبتايد بوند. البيبتايد بوند دي كوفالنت بوند نوع من البوند القويه جدا. طيب الامينو اسيد ده عايز يمسك في امينو اسيد تاني الامينو اسيد التاني كده اهو ان اتش 2 سي اتش ار خليها 2 دي ار 1 ودي ار 2 سي او اتش. يلا حد يقول لي بقى عشان امسك الامينو اسيد ده في الامينو اسيد ده مش ممكن اشيل ميه؟ برافو عليك شيل ميه. يلا هنشيل اتش من هنا وهو اتش من هنا واروح مشبكهم ببعض. الرابطه دي اسمها ايه؟ أمينو. اسمها بيبتايد بوند. هتدرسوها في البروتين كيمستري لما تطلع عليكم. فانتوا سهله بالنسبه لكم هتكتبوا الامينو اسيد وتعملوا بيبتايد بوند يمسك الامينو اسيد يمسك في امينو اسيد يمسك ويعمل لي بيبتايد بوند. طب انت وجعت لنا دماغنا طب دي فايدتها ايه؟ وايه علاقتها بالهيدروجين بوند؟ بالظبط احنا قلنا البيبتايد بوند شكلها ايه؟ ممكن اكتبها لكم بطريقه ثانيه؟ ممكن اكتبها يا دكاتره تسمحوا لي ان انا اكتبها بالطريقه دي؟ ممكن اكتبها كده سي دبل بوند او وان واحط تحتها اتش. السي اللي ماسكه في الدبل بوند او دي الرابطه اللي بين السي والاو كوفيلنت بوند. مش ممكن الاكسجين دي تعمل اتراكشن لهيدروجين؟ ممكن زي ما سمعنا يعني بتاع امينو اسيد من الناحيه الثانيه من اللفه الثانيه او ممكن تكون بولي بيبتايد تشين وقصادها بولي بيبتايد تشين وتروح جايبها دي تروح عامله اتراكشن لهيدروجين ماسكه في ان ودي تروح اتراكتد باكسجين اللي هي ماسكه كده. ممكن ايه يعني هو تشين السي اللي فيها الاو دي ممكن تمسك في الان اتش. لا الان اتش جزء هي الان اتش ممكن تمسك. ما هوريها لك هوريها لك دلوقتي على الرسم. بصوا
نقطتين زي ما احنا شايفين دي اس اتش ماسكه السيده بالبندور ودي السي ار اللي هي الار والاردن وهكذا وهكذا دي بولي بيبتايد تشين ودي بولي بيبتايد تشين السيده بالبندور دي اتراكت الهيدروجين بتاعت ال اللي جنبها يبقى دي عملتي هيدروجين بونز وهكذا السيدة بالفوضى دي ممكن تعمل اتراكشن لهيدروجين بلايسك فلان يبقى معنى كده ان انا لما تيجي الدكتوره اي حد من هيديكم البروتين كيمستري يقول لك ان تو بولي بيبتايد تشين بيبقوا ستابلايز او سكندري ستراكشر بيحصل باي هيدروجين بونز نبقى عارفين الهيدروجين بونز دي اتكونت ازاي السيدة بالفوضى لقيت هتعمل اتراكشن للهيدروجين او ال ان اتش دي ممكن تبقى الهيدروجين بتاعها يبقى اتراكتد في انظر اوكسجين بتاع البولي بيبتايد شيك. جبت لكم المنظر ده عشان دي سنجل بولي بيبتايد ودي بولي بيبتايد ثانيه. طب والرسمه دي بقى يا دكتوره دي بولي بيبتايد واحده ولفت على بعضها عملت لي الفا هيليكس، عملت لي هيليكس. فالهيليكس ده زي ما احنا شايفين السيجا بالنص اهو ممكن تمسك في اللي تحتها والان اتش ممكن تمسك في اللي فوقيها وهكذا يبقى العمليه دي مسؤولة عن الاستابيليتي اوف ذا سكندري ستراكشر او بروتين يبقى لما تيجي تاخدوا السكندري ستراكشر او بروتين هنقول ان الهيدروجين بونز ريسبونسبل فور ذا سكندري ستراكشر السكندري ستراكشر احنا بنقول ان البروتين في برايمري ستراكشر اللي هي امينو اسيدز ماسكه في بعض بتطيب تاني برايمري السكندري ستراكشر اللي انتوا شايفينه يا اما تلف بتبقى اربع هيكس يا اما تتطبق تبقى بليكت بليكت هتضعف تفصيل مع البروتين بس انا حبيت اسبق شويه زمايلي عشان لما توصلوا للبروتين ان شاء الله انتوا فاهمينها ماشي يبقى احنا كده لما يجي حد في البروتين كيمستري يقول لكم هيدروجين بونز يبقى فهمنا الهيدروجين بونز دي شكلها ايه مبدئيا يعني يا ساتر العشره